على كل لون شفتك يا دنيا ما تدريش وما تعمليش فيها البريئة ما تكدبيش ليه وفا ضد في كل حاجة عملتها وما عند فيا خليتيني كاري عيش ليه مركزة في ازاي يا دنيا تعذبيني هتحل عني امتى وفي حالة سبيني بتاخدي مني كل حاجة بحبها تعبت منك اغلطي بقى وارحمي ايش معنانا مستصداني وجاية ليه دايما عليا ايش معنانا ده انت بقيت تفرحي بدموع عينيا حطاني في دماغك زيادة عن اللزوم كراني ليه معرفش انا للدرجة دي كراني ليه معرفش انا للدرجة دي دورت فيك على امان وما حسيتوش الكل بيه داري في حقيقته ورا الوجوش ما بقيت يعرف من معايا ومن عليا احنا في زمان الكل فيه ما بيرحموه وش عيني خلصت من الدموع ما بقتش بس ايك مني ما تعودتش ان الحد يشكي لو حد قالي عامل ايه بضحك في سري انا لو يفيد ميت حاجه كنت اقول واحكي ده مصطفى تأثر مصطفى شايف الفن بيعمل احساس وجداني بس خلاص هنبعد عن الاغاني من النوعيه دي ان شاء الله نبقى نقول اغاني كلها تفاؤل كلها حب للحياه وكلها مرح وسعاده صح يا مصطفى انت تاثرت ليه يا مصطفى انا اصل شفت الول في بلدي شفت الويل ما احنا اهو خلاص داخلين بقى على الامل داخلين على الامل والتفاؤل والمستقبل ان شاء الله انت عانيت كتير ايه عانيت يعني طيب خلينا بقى نبقى نشوف بقى اغاني بعد كده جاهز اغنيه تانية متفائله ان شاء الله طبعا مصطفى جه من صملوط وانت قاعد كمان في قريه الامل جمعيه قريه الامل واندمجت بقى مع زملائك